النهارده قررنا نعمل مقلب في عمر. انا جبت كل الالعاب دي للولي، اول لعبه وتاني لعبه، لعبه حلوه قوي. رحنا محل الالعاب وجبنا لها الثلاث العاب دول يا جماعه، وطبعا ما جبتش لعمر ولا لعبه. هو اكيد هيجي دلوقتي ويسالني جبت لي ايه ماما. روحي ناديه يا لولي. بصوا رد فعله هيكون طبيعي، احنا مش عارفينه هيعمل ايه خالص. انا جبت حاجات فعلا كتير وهتعامل معاه النهارده على انه مقلب، وهنشوف رد فعله. ماما انت جبت لي ايه وجبت ايه لولي؟ تعالي يا عمر شوف العاب اختك، جبت لها حاجات حلوه قوي. بص جبت لها كل دول. بص ده كلاب كده كتير والحاجات بتاعتهم بقى عروسه. بص بنتها قمر ازاي، وبص معاها طوق وحاجات. ما كانش معايا فلوس خالص، ما فاضش معايا خالص اجيب لك حاجه، متاسفه يا عمر. طب ليه اشتريت لهم؟ مش اشتريت. معلش بقى يا عمر، هي شبطت في الثلاث العاب دول. بص بص يا عمر، بص حلوه قوي قوي ازاي. بص يا عمر ايه عادي. عمر استنى، انت رميتها ليه كده يا عمر؟ بص يا عمر جميله. خلاص ما تزعلش، هبقى اجيب لك السنه الجايه. انا عندي لك مفاجاه، والله عندي لك مفاجاه. انا جبت لاختك لبس العيد كمان معايا، تحب تشوفه؟ وانا يا ماما جبت لي، وانت كنت معايا، انا هي كانت معايا فقست عليها. لولي لولي لون عين مين يا ماما؟ اجري بسرعه هاتي لبس العيد بتاعك علشان اخوك يشوفه، اجري. على فكره كان في هناك لبس ولادي على قدك قمر قوي. جبتولي ليه يا ماما؟ مش عارفه يا عمر، ما تسلك باللي عندك ده، ما اللبس اللي عليك ده جميل جدا، البسه ان شاء الله في العيد. انا جبت لاختك، اختك بنت. في ايه يا عمر؟ ايه شغل العيال ده؟ انت هتعيط يا عمر. هات يا حبيبتي هات. بصي يا حبيبي جبت لها من محل حلو قوي، اتفرج اتفرج على لبس اختك. بص حلو قوي جبت لها ايه، وريني وريني. عمر ما ترميهوش. ما انت البس بتاع العيد اللي فات. طب بس اتفرج عليه، اتفرج يا عم، مش الواحد يحب الخير لاخته؟ طلع ورينا كده. ورينا انت يا حبيبتي، انت اصلا اشطر منه بكتير. ورينا. الله الله الله، جايبه سوت من اللي طالع موضه ترندي تحفه، وجايبه كمان شنطه وحاجات جميله. وعارف جبت لها كام طوق؟ ليه خمس اطواق. طب ليه؟ طيب وانا؟ ورينا الاطواق بتاعتك يا لولي. تعالي يا عمر، انت ولد البس اي حاجه. اهم واحد للعيد. بصوا يا جماعه، بصوا هي اللي هي لابسه ده جديد. بصوا بصوا البسي يا لولي، البسي البسي كمان، عايزين نشوفهم كلهم عليكي. وده كمان يا ماما. وده الله الله يا ماما. الله. وايه كمان يا ماما؟ عندك كده؟ عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز انا لابس زيها. ما انت البس اللبس اللي انت لابسه ده. لا ماليش دعوه. البس اللبس اللي انت لا. ماما ينفع اكل من الحلويات اللي انا شاريها دي؟ اه صحيح، انا نسيت اقول لك يا عمر، مش انا جايبه لاختك حلويات اشكال والوان؟ مش جبت لي؟ والله كلهم بتوعها، ذوقها، هاتيهم يا لولي بسرعه. طب هتديني؟ طيب والله هي حره، عايزه تديك تديك، مش عايزه تديك براحتها. بص مش هديك. ايه حلوياتي كلها؟ مش هديك. تعالي كده يا عمر، بص اتفرج، جبنا الحاجات القمر دي. بص عارف اللي عارف دي، شفتها على اليوتيوب طلع ترند تحفه. بص يا عمر بتاعت اختك. بصي يا حبيبي كمان جبنا ايه؟ وسع كده هدوم. وسع من على هدومها يا عمر، هتوسخها، ما ينفعش كده. وبصي كمان جبت لها ايه؟ عمر عمر بتاعتها. عمر 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 تعالي يا حبيبتي لا ياخد حاجه منها. عمر ما تبقاش كده، حلويات اختك يا عمر. دول بقى ليا انا وهي. عمر 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 انا ما عملتش حسابك. لا يا ماما، مين ليا وانت وني ولو وانتوا اللي هتزاموا. لا 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 لا، هات يا عمر، ما ينفعش كده يا حبيبي، بتاعتها. شيلي يا حبيبتي حلويات. بس بقى يا عمر، حطي يا عمر، حطي يا عمر. عمر معلش معلش، انا هطلب منك طلب، معلش انا عايزك بس تنضف لي الشقه، الله يخليك، لاني جايه من بره هلكانه، انا واختك لفينا وعزمتها على الاكل بره وكده. معلش يا عمر، الدنيا مكركبه قوي. عمر عمر انت اشتريت لها ولا لا؟ يا حبيبي لبسك زي الفل. اشتريت لها ولا لا؟ انا اشتريت لها. اشتريت لي؟ لا. هي تعبت في الحركه بره جدا يا حبيبي. هاتي هاتي، ده انا نسيت اوريه دول. معلش يا حبيبي معلش، حقك عليا. قومنا بصي اختك جابت دول، كانت فرحانه بيهم قوي، ايه رايك فيهم؟ معلش 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 يا عمر، عشان خاطري الدنيا مكركبه قوي، عشان خاطري لو بتحبني. معلش نضف لي بس الشقه، هاتي المكنسه يا حبيبتي لاخوك هيكنس الشقه بسرعه.
معلش يا حبيبي انا متاسفه، انت بس ايه تلبس نفس اللبس ده للعيد، والبنطلون زي الفل اهو، ونفس الكوتشي القديم. ايه ايه في ايه؟ ماما جايبين ايس كريم. جبنا ايس كريم طبعا، انا جايبه لها هي كل الحاجات اللي شاورت عليها انا جبتها لها. ايه ماما طب وانا طيب؟ الله، ما انت واكل ايس كريم امبارح يا سيدي. طب ما هي واكله معايا ايس كريم امبارح. هي خرجت جابت لبس العيد، انت قعدت في البيت. طب ليه طيب مش خدتني؟ هو انت عندك لبس؟ عندك، ما هو هي عندها لبس. عنده بالهبل. عندك لبس بالهبل. هي عندها لبس بالهبل. لا 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 لا، هي كانت محتاجه طقم جديد وشويه حاجات واكسسوارات وكده. قوم بقى نظف البيت، ما تبقاش راخم. طب ادي ايس كريم يا لولو. لا يا بابا ما فيش. عمر عمر انت هتعيط. عمر 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 ما تعيطش. عمر 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 عمر. طب خلاص والله ده مقلب، مقلب والله، مقلب والله العظيم مقلب. بس خلاص انا جايبه لك لبس عيد والله، وجايبه لك نفس العاب والعاب ولاد. انا جبت لك العربيه اللي بتحلم بيها، والحلويات ليك نصهم واحلى منها كمان. ده كان مقلب يا حبيبي. هات الحلويات وفين لبس العيد؟ هاتي له، قالوا لي الكيس بتاع لبس العيد بتاعه والحلويات والحلويات والالعاب كمان. هاتي له حاجاته يا لولا، انا جبت لك كل الحاجات يا حبيبي. اول حاجه اهو طقم العيد بتاعك، اتفرج عليه وقول لي ايه رايك في ذوقي. طلع كده ورينا. مخبيه مش عايز تطلعه. طيب والله ده كان مقلب. هاتي له يا لولي يا حبيبتي العربيه الجديده بتاعته من على السفره. والحلويات، هاتي له الحلويات يا لولي. انا ما اقدرش على زعلك يا حبيبي، ده انت عمر العسل اللي بتطلع الاول القمر، ما تزعلش يا حبيبي. ده كان مقلب، الناس كانوا طالبينه في التعليقات فانا قلت اعمله فيه. انت صدقت؟ حد يصدق ان مامته تعمل معاه كده يعني؟ اتفضل يا سيدي. عربية جامدة اهي، تحفة، وادي الريموت بتاعها. قول لي بقى يا عم كده مرضي ولا ايه، ولا لسه زعلان؟ لا زعلان. زعلان ليه بس؟ والله كان مقلب. خلاص انا عارفة ان المقالب دي وحشة، مش هعمل كده تاني. اضحك بقى. لا هتضحك. طب اجيب لك ايس كريم. احنا اسفين يا حبيبي لو كان المقلب ضايقك، اتفقنا؟ لا مش هنسكت الا لما تضحك. يا مش هنسكت غير لما تضحك. اضحك بقى. عمر خلاص يا جماعه احنا رضيناه، والمقلب بصراحه انا ما كنتش متوقعه انه يعيط يعني، وما كنتش متوقعه انه يصدق. يلا بقى يا جماعه، لو عايزين نعمل اي مقالب تانية او اي افكار تانية بس مش في عمر، اكتبوا لنا يا جماعه في التعليقات على اي افكار عايزين ننفذها. وما تنسوش تتابعوا فيديوهاتنا على قناه لولي العدوي، ولا نسميها لولي وعمر؟ هنغير اسمها نخليه لولي وعمر. يلا يا جماعة باي باي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا مع السلامة، باي باي يا أصحابنا. قول لهم باي باي يا عم. لا بص لهم طيب. باي باي.